السلام عليكم شباب، اليوم نستمر محاضراتنا إن شاء الله، وحاولت أنزلكم إياها على اليوتيوب بس يعني الظاهر هم يعني لود عليه موجود، فراح أنزلكم إياها إن شاء الله على جوجل كلاس روم، وأي واحد منكم يقدر يسحبها وينزلها على التليجرام، وشوف شلون الأيام إن شاء الله الجاي، يعني ما بقى شي إن شاء الله كم محاضرة ونخلص. اليوم ايضا راح نستمر بالميكانيكال ستاكينج، واليوم عندنا الفراكتشر اند فولد فورميشن. طبعا كلش طبيعي جدا انه كان دائما يكون الفراكتشر موجود بالصخور نلاقيه دائما قريب للفولد بسبب الحركات التكتونية، يعني على ما اعتقد بالجيو المرحلة الاولى والثانية كان هذا الموضوع مهم جدا. لهذا الصخور اللي تكون يم الفولت تتكسر، طبعا يعني متكسرة بسبب الحركات التكتونية وتكون الفراكتشر. هذا الفراكتشر طبعا عبارة عن صخور كبيرة أو صغيرة، من نجي نحفر احنا قرب الفولت أو قرب الفراكتشر أو بعضها نخترق الفراكتشر، تبدأ الصخور تتساقط داخل الويل بور، ومسببت له طبعا مسبب لمشاكل داخل الويل بور. دائما تكون المشاكل بالانالايز الضيق اللي هو يعتمد على البت او البي اتش اي او الدرول كولرز. طبعا المشكله انه بهذه الصخور هي تكون الروابط بيناتها كلش ضعيفه، وبعضها تكون بدون روابط، يعني توجذر مالتها كلش قليل. المساله المهمه هذه مختصر بروبرتيز مالت الفورميشن، انه تكون الصخور الفولت والصخور غير مترابطة وتكون صغيرة وكبيرة. بس اكو شيء ثاني ايضا يسبب لي اللي هو البي اتش اي او الفابريشن مال درول سترينج بصورة عامة. يعني دام اشتغل انا دايركشن درولينج وبصورة عامة هنا عند الفابريشن يكون بالبي اتش اي، بينما حتى بالفيرتيكال يكون فابريشن عندي عالي على طول درول سترينج كله. طبعا اي حركه داخل البي اتش اي يعني داون هول موتورز او الدرل سترينج بالفيرتيكال درلينج يسبب لي فابريشن. طبعا بحث اخر الفابريشن مشاكل مالته هوايه، واكو طرق عامه حتى نقدر نتواصل وياها. طبعا يزيد الفابريشن كل ما زاد العمق مالته. وبصوره عامه من يكون عندي فابريشن راح يسبب لي ايضا سقوط للصخور، حتى اذا كانت الصخور عندي هنا غير واضحه راح يبدا السقوط عندي ساقط هنا. طبعا هاي المشكله اول علامه الها انه مباشره يصير عندي توقف بالتورك مالتي، او يكون زياده كلش عاليه بالتورك مباشره فجاه يصير عندي، اللي هو ايش؟ لان هذه الصخور تبدا هنا تساقط في هذه المنطقه، فيسبب له مشكله بعمليه التورك انه ما يصير عندي اي دوران او الروتيشن. طبعا الريسك مالتها والمخاسر مالتها تكون كبيره جدا، ودائما دائما المناطق اللي تكون بها متوفرة هي باللايمستون فورميشن. كل زين نعرف انه اللايمستون هو احد صخور رسوبية اللي تحمل النفط، وهذا ايضا تكون بها الفراكتشر كل نسبة الفراكتشرات كلش عالية. لهذا وبكل الاحوال هاي المشكلة تعتبر مشكلة تعتمد على البروبرتيز مالت الفورميشن وايضا بروبرتيز مال بي اتش اي. الميكانيزم حدوثها انه مناطق اللي يكون تكتون الحركه التكتونيه كلش عاليه ان تكتونيكلي اكتيف زونز، اثنين بروجرزاند فراكتشر لايمستون يعني المناطق اللي بيها لايمستون الممكن وتكون نسبه كبيره جدا، هو مو كلها دائما تكون بيها فراكتشر او يكون بيها فولت، بس لكن نسبه كبيره جدا تحتوي على الفراكتشر والفولت. طبعا حفر هذه المناطق بدون وضع في الحسبان وضع خطة معينة لمعالجة هذه المشاكل أو لمعالجتها أثناء وقوعها هي سبب لي المشكلة الأكبر. طريقة الوقاية أو preventative action
أول شيء إنه أنا أقلل مينيمايز درول سترينج فايبريشن، إنه أحاول قدر الإمكان أقلل الفايبريشن مال درول سترينج، وبالتالي الفايبريشن مالتي البي اتش اي. طبعا هنا لازم أشوف فد نمط معين أو سرعة معينة تعتمد على الار بي ام، أو أغير البي اتش اي كونفيجريشن، إنه غير تصميم البي اتش اي مالتي حتى آخذ أقل قدر من الفابريشن. طبعا المسألة الثالثة هو slow the drip speed before the BHA enters، يعني معناها انه من اريد انزل اسوي عملية تريبنج، انه عملية تنزيل او عملية الرفع لدرل سترينج او البي اتش اي، انه دائما استخدمها very very slow، وبالمناطق اللي اني معتمد انه موجود عندي فراكتشر او فولت. وهاي المناطق دائما قلنا تكون هي باللايمستون، وبعضها تكون اكثر من اللايمستون، غير مناطق ايضا موجوده. بصورة عامة الفراكتشر فورميشن يتطلب وقت حتى يصير بستابلز ستابلز، لذلك احنا يعني ما نريد نحفر بهذه المناطق، نحفر وقت مثلا نقول انه على كيف، او نحاول قدر الامكان انه نستغل نسوي عملية تريمينج، عملية توسيع للويل هول. حتى اذا صار عندي ليش عملية توسيع للويل هول، حتى اذا صار عندي تساقط، حتى اذا صار عندي تساقط ايضا، حتى إذا صار عندي تساقط أيضا ممكن إنه توسع البئر يحافظ لي على الألايزز مالتي يكون جدا كبير، وحتى إذا صار تساقط ممكن إنه ما يصير عندي ستاكينج بايب. المسألة المهمة هو سيركوليت ذا هول كلين، دائما بهاي المراحل دائما بهاي المراحل انه ابدي انظف، انه اوقف عملية الحفر، اسوي عملية توسيع، وقبل لا اسوي عملية تريبنج او قبل لا ابدي اسوي عملية حفر للسكشن الجديد النيو سكشن، انه اسوي عملية كليننج، انه ابغسل الحفر، بس ابغسل الحفر بدون اي عملية روتيشن او بدون اي عملية تريبنج، مجرد بس سائل الحفر حتى ارفع شكو عنده صخور، انه ما راح ارفع الصخور الكبيره او ارفع الصخور الصغيره، نعم، بس المهم ارفع الصخور المتوسطه واللي ما تسبب لي مشاكل، انه اقلل نسبه الكاتينجز او اقل نسبه الصخور الموجوده عندي، اقللها الى اكبر قدر ممكن. تبقى عندي مساله مهمه جدا، انه ستارت ستوب ذا درول سترينج، انه من اوقف او من اشغل الروتر تيبل مالتي حتى احفر، انه استخدم بهدوء، او نقدر نقول مثلا سلولي بهدوء اكثر، انه على كيف ابدا اشغل. طبعا هاي المساله مهمه هنا جدا، انه ايضا يدخل عندي سائل الحفر والجلسه درايف مالت سائل الحفر. Erkside Inductions، أول شيء عندي Hole Full On Connections، طبعا كل زين نعرف أنه من يصير عندي توقف بعملية Circulate أو عملية Circulation System، ويكون عندي عملية الدوران كلش قليلة، ويصير عندي Stacking Mechanical Stacking اللي هو يتوقف عند عملية Circulation System، المضخة ما تشتغل، فدائما نشوف أنه Hole Full موجود عندي بالConnections. انه على بالكونكشن السيرفيس موجود عندي سائل حفر قوي جدا وضغط مالته، بينما اللي راجع عندي يكون على السطح من الاناليزس يكون جدا قليل او ضعيف او بعض الاحيان ما موجود، وهذا يسبب لي بالنقطة الثانية انه احتمال يصير عندي لوسز بالمناطق اللي موجودة جوا، المناطق اللي موجودة داخل، المناطق اللي موجودة عندي جوا.
يبقى عندنا هنا مسألة مهمة ثانية، أنه الفول دامج كامكس آت شيكرز. بكل الأحوال المنطقة هنا الجيولوجي اللي موجود، المنطقة اللي الجيولوجي عنده فد تصور أولي عن وجود فراكتشر أو فولت هنا. أثناء عملية الحفر تصعد عندي الكاتينجز أيضا راح يلاحظ وجود هذه الأمور، أنه الصخور تكون هي مو صخور محفورة، هي صخور متساقطة، صخور متساقطة بالهول ويل. المسألة والإنجكشن كلش مهم جدا، هذا الستاكينج الميكانيكال ستاكينج، أنه الستاكينج مالتي يكون آني انستانتومس، يعني مجرد أول ما يصير عنده تساقط ممكن هذا التساقط يكون كلش كبير ويسبب لي توقف مباشرة. طبعا توقف هنا بالتورك وتوقف توقف التورك وتوقف عملية الاستاكينج، ما يتحرك عندي الدرل سنترك نهائيا. عملية الفيرن مالتها، عملية الفيرن إذا صار، يعني إذا صار عندي الباكيد أوف وصار عندي التهش السقوط أو التجسر موجود عندي، صار عندي وأنا طبعا دا أشتغل أو ما دا أشتغل، أول شغل أسوي first action هو أول شيء استخدم الجار أب. طبعا الجار أب جار هو أداة تكون مربوطة بالبي اتش اي، وهذا ان شاء الله هم يركلكم انه الجار اب فد تعريف له شغله حركات ما تشو راح تكون، انه شو وقت يكون استخدامه، اي يعني فد نبذة مختصرة او فد 5 أو 6 أسطر تقدر تختصر بيها شغله وتعريفه وشو وقت استخدم اول مرة، مفيد او غير مفيد، وطريقة العمل مالته شلون تكون طريقة العمل مالته. اول شيء انه من يصير عندي، اول شيء انه استخدم الجار اب نحو الاعلى، جار اب لان جار اب هنا راح يكون عنده اب وداون، فاستخدمه نحو الاعلى واحاول قدر الامكان انه يعني يكون عندي نوع من انواع انه ارفع الديبرز او ارفع الكاتينجز مالتي. او الشغلة الثانية مايتميشن سيركوليشن، انه سيركوليشن مالتي سيركوليتد مالتي اخليها دائما مستمرة واحافظ عليها قدر الامكان. طبعا استخدم هنا اذا اضطر انه استخدم فيسكوسيتي عالي حتى اقدر انظفها، او بعض الاحيان اذا وصلت مرحلة وما يصير عندي تنظيف اضطر استخدم الاسيد، الاسيد هنا حتى يصير عندي نوع من انه ومو تحميض، لان شلون تحميض بالبرودكشن انجينيرنج، انه محاولة انه حتى اذوب اللايمستون. هذه الاكشن اللي اقدر اشتغله او طريقة معالجة حتى اقدر انه قدر الامكان انه حافظ على دوران او سيركوليشن مالتي مالت درينج. والمسألة المهمة انه الجهر ممكن هنا، لان باعتبارها صخور الجار اب ممكن يرفع لي هذه الصخور، ممكن اقدر احرر الفرين الدرل سترينج او البي اتش اي مالتي اللي صار بيها. الان الموضوع الاكثر تعقيد او اكثر اهمية ايضا هو موضوع الموبايل فورميشن او الفورشين فورميشن المتحرك. الفورميشن المتحرك هو عبارة عن فورميشن يقع تحت فورميشن الضغط عالي جدا، وبنفس الوقت هذا الفورميشن غير مستقر او غير مترابط، وبتعرض الى تشوه بلاستيك منار، متعرض الى تشوه كلش عالي، وهذا الضغط يسبب اذا يعرض له تشوه، هذا التشوه يكون بلاستيك، انه ممكن بزوال الضغط او وجود مجال او وجود مكان
اللي قد إنه يكون الضغط أقل عندي، يكون هذه تتحرك باتجاه هذا الضغط القليل، وهذا يكون عندي أمر منطقة إنه أحفر بهذه المنطقة، كل هذا اللي يسبب لي مشكلة كبيرة جدا. طبعا المشكلة المعقدة بالموبايل فورميشنز إنه هذا إذا يكون أكو ضغط هنا اللي يسبب مثل سهل الحفر عندي، إنه تكون المادة أو الفورميشن يكون محافظ على استقرارها بهاي المنطقة، بس أي زوال هذا التأثير من المادة درينج أو الضغط اللي يسبب لي بعض الأحيان الدرون سترينج نفسيته، هذا شو راح يسبب لي هنا بهاي المشكلة؟ إنه رأسا يبدي يدخل في الفورميشن، إنه يدخل هنا بهاي المناطق. فهذه وين راح تكون مشكلتها؟ انه من اسحب الدرل سترينج مالتي، وحتى انا مثلا الكيسنج مالتي رانينج مال الكيسنج مالتي بهذه اللحظات من اسحب، راح يصير عندي هنا، وبالذات اذا يصير سحب عندي كلش عالي، راح يسبب له مشكلة انه هنا بدون ما يعرف الحفار اصلا، بدون ما ينتبه على هذا الموضوع، انه هذا الموبايل فورميشن يبدو وين يقلل من مساحة الهول وايل مالتي، وما يقول الساقط، وانما يقلل من هاي المساحة. من يبدي يقلل بهاي المساحة، من اجي انفذ الكيسنج مالتي، انه اسوي الرننج مالتي الكيسنج، او حتى انزل الكيسنج مالتي، راح هنا صادفني منطقة كلش ضيقة، بهاي الحالة ما راح اقدر انزل الكيسنج مالتي. طبعا هاي المشكلة انه تكون عندي اعمق واكثر من انزل اللوجين تولز. طبعا اللوجين تولز هنا تكون دائما مو كبيرة مثل درول سترينج او درول كولرز، وبهاي الحالة من ابدأ انزل راح شي يصير عندي هنا انه يبدي يضيق، هو ينفذ عملية اللوجينج وسوى عملية لوجينج، بس بكل الاحوال ورا ما اريد انزل درول سترينج مالته راح اشوف مشكلة هنا كلش كبيرة راح تصير عندي بهذه المنطقة. طبعا المشكلة انه المهمة هنا انه دائما احافظ على المادة درينج مالتي كلش عالي هنا سفيشنتي، حتى امنع هذا الفورميشن يتحرك باتجاه الهول وول مالتي. المسألة المهمة جدا انه انا من يصير عندي عملية تريبنج تلقائيا راح يصير عندي بهاي المناطق فراغ، وهذا الفراغ لازم يكون عندي عملية تريبنج كلش بطيئة حتى يستقر سائل الحفر ويحافظ لي على استقرارية الوول ويل، أو يمنع لي موبايل فورميشن من الدخول أو عملية تضييق للهول ويل مالتي. طبعا الميكانيزم مالتها دائما تكون وايل درينج سالت، يعني بالمناطق الملحية أو القباب الملحية، ولهذا دائما احنا بالقباب الملحية نحاول قدر الإمكان نتجاوزها، وبعض الأحيان نحفر دايركشن طلق حتى نوصل للمكمن بدون ما نمر بالقباب الملحية، لأن مشاكل الفورميشن اللي يحتوي على الأملاح أو الفورميشن مال سالت جدا جدا مزعجة. جدا بها مشاكل كلش هواية، هاي أحد مشاكلها. طبعا مشاكل بعد أعقد وأكثر من هذه المشاكل، إن شاء الله تاخذوها إذا عندكم نية على الماستر. Preventive Action المشكلة إنه شلون الوقاية أو إنه أمنع حدوث المشكلة قبل لا تصير عندي. أول شيء من ما سفيشنت مد ويت، إنه دائما أخطط للمد ويت مالتي، إنه هو أخلي له فد خطة معينة، يعني إنه أخلي المد ويت مالتي كلش عالي. طبعا هنا المحددات راح تلزمني هي المحددات الباقية الموجودة داخل ويل مالتي، هي مناطق الضغط العالي، مناطق الضغط الواطي، يعني أي منطقة تكون الضغط مالتها وكلش عالي.
هنا المسألة المهمة والثانية جدا، انه اني قدر الامكان، قدر الامكان المناطق اللي بيها اتصلت، انه قدر الامكان انه ريبس اقلله كلش واخليه قليل جدا او very slowly. المسألة المهمة انه دائما استخدم البت مالتي من النوع سنتر بي دي سي، وهذا طبعا همورك ثاني. وشنو انواع البتات الموجودة عندي، انواع البت الموجودة عندي واللي انواع البت وشنو انواعها، طبعا هذا همورك لكم ايضا، تقدرون تدزوا طبعا على الكلاس روم او تقدرون تدزوا على التليجرام. مثل ما قلنا انه سلو تريفينج، عملية سلو تريفينج جدا انه تكون مهمة جدا حتى يحافظ على سعر الحفر، حتى ياخذ الوضع الطبيعي ويمنع تمدد الفورميشن داخل الهول ويل. المسألة المهمة انه اقلل جدا الوقت تايم اللي اخلي بيه، يعني اقلل الوقت اللي مفتوح عندي الاكسبوجر تايم او ديس فورميشن، يعني نقدر نقول بالعربي انه هاي المنطقة من احفرها احاول قدر الامكان وما انطيها ضغط كلش كلش عالي ولا انطيها ضغط كلش واطي، انه قدر الامكان انه ما ابقى بهاي المنطقة هواية. ولهذا انه عملية الاحتكاك ويا السالت دوم او الفورميشن سالت يسبب لي مشاكل، غير مشاكل الاستكينج مشاكل اكثر كلش هواية. طبعا وذ عملية احفر بالموبايل سالت، اول ما ابدا اخلي ببالي انه استخدم اندر ساتوريتد ماد سيستم. شو معنى اندر ساتوريتد ماد سيستم؟ انه استخدم اصلا سائل حفر مشبع بالملح حتى ما يخلي لي مكان انه الملح يبدي يذوب بالمي بالسائل الحفر، عفوا انه انا اشبع سائل الحفر مالتي بالملح اصلا اللي دا احفر بيه، فمن يوم مر المنطقة بيها صلت هو اصلا مشبع بالملح، فلهذا ايضا يحافظ لي كنوع من انواع ستابلتي للوول ويل بهاي المسألة. الريكسايد اندكشنز اول ما يبدأ عندي هنا، اول شيء انه انا اشوف انه من اريد ارفع، من اريد ارفع يكون عندي الاوفر بول كلش وزنه هواية، الستيكينج دائما يكون عندي بالبي اتش اي يعني بنسبة أكبر نقدر نقول. restricted circulation أيضا يكون جدا عالي، ودائما يكون restricted circulation يكون بال يعني المنطقة اللي بيها بي اتش اي، يعني بعض الأحيان يكون عندي مثلا يكون عندي بالستاكينج يكون مثلا بالدرول كولرز او بالانلايزز الباقي، هنا يكون عندي الستاك دائما وذ بي اتش اي يعني بالمنطقة القريبة كلش من البت، يعني ما راح يكون بجزء ثاني، راح يكون بالمنطقة القريبة من البت، وهي ملاحظة جدا لازم ننتبه لها. وايضا الريستركتد مالتي سيركوليشن مالتي راح تكون بالمنطقة اللي بيها بي اتش اي. المسألة المهمة جدا انه شلون اسوي عملية فرين للدرل سنتريك مالتي. اول شيء مسألة الفرينج هنا، مهمة جدا، انه اني حفرنا احنا وما ندري انه عندنا اصلا هنا صالدو او ما كنا منتبهين على هذا الموضوع. اول شيء انه احاول انطي فريش ووتر بسائل الحفر، انه افخ فريش ووتر ويا سائل الحفر، طبعا افخ فريش ووتر هنا فريش ووتر افخها بسبب كلش بسيط، انه احاول امتص الملح الموجود داخل الوول الهول مالتي الوول الويل هول، حتى نوع ما انه امتص الملح الموجود
أو أنه أحاول أخليه يذوب هاي بقعة المي الجديدة اللي أضخ داخل الويل هول مالتي. المسألة الثانية والمهمة أنه أخلي ببالي أنه أنا من أضخ هذا المي هو ما يسبب لي مشاكل، ما راح يسبب لي مشاكل بالويل كنترول مالتي، يعني باقي الطبقات إذا أجا الفريش ووتر نعرف كل زمان ضغط عالي، يعني يكون الضغط احتمال قليل هنا، إذا أكو مناطق بعد ضغط عالي أو البرجر مالتها هاي برجر أو لو برجر راح يسبب له مشكلة، ما راح يسبب له مشكلة. ويا ما أبخ الماء الفريش ووتر حتى سواء عملت الفرين إنه أحاول أشتغل على الدراج سترينج مالتي. أول شيء إذا أحاول إنه أرفع الدراج سترينج مالتي نحو الأعلى يعني moving up راح أنطي هنا تور كلش عالي وأشغل الجار مالتي نحو الأسفل وأنطي قوة السحب كاملة maximum trip load وأحاول إنه أسوي الفرين للدراج سترينج. إذا moving down أو إنه حاول إنه حاول الدراج سترينج مالتي نحو الأسفل أشغل الجار مالتي بالعكس وأنطي with maximum trip load والتورك مالتي هنا أطفي نهائيا ما أطفق نهائيا. الاختلاف إذا شغل الدراج سترينج مالتي نحو الأعلى أنه هنا أنطي تورك كلش عالي وإذا شغله نحو الأسفل راح أنطي تورك أقل. طبعا أنا مطلوب منكم هومورك أنه أنت كفكرة عندك لوش دا ننطي إذا نحركة للسطح للأعلى للسطح أو نحاول نسحبها للسيرفس أنطي التورك عالي، ولوش إذا أحاول أنه أحركة للأسفل أنطي طفي التورك وما صلت بي أي تورك عالي. النوع السادس من عمليات الاستكن باي ميكانيكال هو سمنت بلوكس. طبعا الاستيك بايب يمكن ان يحدث بسبب السمنت بلوكس. سمنت بلوكس يصير داخل الهول ويل في حالة راح يوقف لعملية الحفر بالإضافة أنه عم يسوي عملية ستاكينج للدرل سترينج أو بعض الأحيان للدرل سترينج أو البي اتش اي. مشاكل سمنت بلوكس تكون دائما the rat hole vent the casing shoe or from cement blocks. هاي العبارة شنو معناها؟ بكل يعني عملية تنزيل الكيسينج، بعملية تنزيل الكيسينج. طبعا هذا النوع من السمنت بلوكس ما يصير عندي إذا الأوبن هول أو بالمناطق اللي مفتوحة أو البير اللي بعد ما مسوي عليه عملية كيسينج، يصير عندي المناطق اللي بيها كيسينج ودائما يكون عندي بالمناطق اللي أسوي لها كيسينج جديد وأبدأ أحفر. المشكلة مالته وين؟ هذا ذرات هول ذرات هول درات هول طبعا فتحة الفارة أو تكون وين جوا الكيسينج شو عم نزل الكيسينج شو مالتي، دائما يكون هاي فتحة جدا ضعيفة جدا ضعيفة أو دائما تكون بها مشاكل كل شوية حتى بعد أثناء عملية الحفر أو عملية الحفر عملية الحفر السكشن الجديد. هاي المشكلة دائما انه هذا الاسمنت الموجود هنا اللي هو اسفل كيسينج شو شو راح يبدأ عندي هنا يبدي الساقط. طبعا يبدأ الساقط لوش بعض الاحيان يكون غير متماسك، بعض الاحيان البابريشن مالت الدرل سترينج مالتي، بعض الاحيان الجريان مال سائل الحفر بهاي المنطقة لانها تبدي منطقة تكون نوعا ما منطقة انتقالية ترانزليشن ريجن بين الكيسينج وبين الاوبن هول، فدائما يصير بها مشاكل ويصير عملية الفريكشن كلش عالية او عملية الاحتكاك او عملية الايروجن التآكل كلش عالية بهاي المناطق.
طبعا اول ما نقدر نقللها ونقدر نمنعها انه دائما الفتحة اللي نعوفها مرات هول ما تكون اكثر من 5 قدم، 5 قدم. ودائما استخدم قطع السمنت انه يكون عندي الكيسنج شوت نوعا ما قوي جدا، وانه استخدم اسمنت قوي. المسألة المهمة والثانية انه يصير عندي ستيكنج اذا كان عندي الاسمنت مالتي غير متصلب بشكل كافي، او نطلق عليه احنا جرين اسمنت. جرين اسمنت طبعا هذا الجرين اسمنت يكون ممكن على طول الكيسنج مالتي، انه دائما الكيسنج مالتي يكون دائما هو موجود عندي. احتمال يكون عندي بيجرين سمنت وانا ما منتبه عليه، ولهذا دائما احنا ننزل مجس حتى يشوف لي كمية يشوف عملية التصلب مال الاسمنت، او اذا يكون عندي الاسمنت هو كامل يعني كامل محيط بالكيسنج مالتي. المسألة الثالثة انه من اسوي بعض الاحيان اسوي بلاك مال اسمنت، من اسوي بلاك مال اسمنت وابجي احفره من جديد انه حتى اشتغله من جديد احفره. دائما دائما يكون جزء من هذا الاسمنت ما متعرض لتصلب كافي، او ما متعرض لظروف معينة تخليه يتصلب، فايضا يسبب لي مشكلة. وهذا يكون الاسمنت الاغلب منه يوقع داخل الهول ويل مالتي ممكن يتصلب حول درول سترينج مالتي، ويسبب لي مشكلة. طبعا بكل الاحوال انه مو شرط يكون مع منطقة البي اتش اي ودرول كارز، ممكن حتى بالدرول بايب، لان هذا شو راح يكون هو نوع ما اسمنت غير متصلب. من يجي درول بايب وصير تساقط يبدي يتصلب، فيسبب لي نوع من انواع الستيك بايب. هنا الرسم يمكن يلاحظ ان هذا الكيسنج شو مالتنا هنايا، هذا الكيسنج هنايا، وهذا الكيسنج شو مالتي، هذا السميت مالتي اللي انا بخيته. هاي نقدر نقول هي رات هول، هاي المنطقة اللي دائما نحاول ما نخلي اكثر من 5 قدم، لان دائما هاي المنطقة دائما هذه المنطقة دائما بيكون غير متصلبة بشكل كافي. هنا ممكن حتى لما متصلب هاي المنطقة، حتى المصلب بس ممكن كيش شو تمنع لهاي المنطقة، بس هذه المناطق دائما دائما يكون بها نسبة الاسمنت غير متصلبة ومشاكلها كلش هواية. بالإضافة من هذا البلاك مالتي من أبدأ حفر من جديد، ممكن هاي المنطقة مصلبة ماكو مشكلة، بس هاي المناطق هنا يكون بها جرين سمنت. من يكون جرين سمنت بهذه المناطق يتساقط، أو بعض الأحيان يبقى بهاي المناطق بالدرول بايب او درول كيسنج ويبدي يتصلب ويسبب له نوع من انواع الستيكنج. طبعا هنا الاسمنت من يتصلب بيه الحديد والدرول بايب يعني ما راح يتصلب على كامل المحيط، وممكن يكون عندي جريان للسيركوليشن سيستم، بس من ابدي ارفع او ابدي اسوي عملية التربنج راح يبين عندي، او بعض الاحيان اثناء عملية الحفر الاقي صعوبة كلش عالية بهذه المنطقة. الوجه ان هنا هذا التصلب مالته ما راح يكون آني، يكون شوية شوية التصلب مالته. مثلا اذا توقف عندي لأي عملية اضافة للبايب او غيرها، او عملية توقف with stop circulation system، راح يبدأ عند التصلب ويسبب له مشاكل. هاي مشكلة، والمشكلة انه يبدأ يتساقط بهاي المناطق ويسبب لي بالانالازز الضيق. لو المكان المساحة الانالازز ما تكون قليل جدا ممكن هنا يسبب لي ستاكينج. طبعا الستاكينج مالته هنا من يبدأ يتصلب انه يكون ما يمر الوقت يبدأ يتصلب يسبب له مشاكل اكثر. لهذا عملية الكيس وعملية التسميت مهمة جدا، ودائما ننزل لوك حتى نشيك عملية التسميت مالتي كاملة لو ما كاملة، ودائما مهمة جدا. واللي معلومة مهمة جدا انه اتمنى من ايضا انه تخلوها كهوم ورك، هي مهمة جدا. وطبعا رغم هي معلومة جدا بسيطة انه كم الوقت
اللي ننتظره حتى تتم عند عملية التصلب للإسمنت، واللي يتأكد أنه الإسمنت عند الصلب. يعني هاي الموضوع مهم جدا جدا. السبب السابع لعملية الستيكينج بايب هو الجونج. الجونج مصطلح طبعا يعني قليل يستخدم أو نوعا ما مشاكل مو دائما موجودة، نسبة حدوثها هي تعتمد هنا على العامل البشري، نقدر نقول يعني أكثر شغلها على العامل البشري. الجونج طبعا سجل عدة حالات انه صار عندي ستكن بسبب الجونج. الجونج هو شنو معناها؟ انه المواد الموجودة او الانسترومنت الموجودة عندي على السطح، وين صار عندي توقع عند ويل بار، اللي هي مثلا يعني مثلا عندي سبانسر وش بروكن متل هارد هيتس الى اخره. يعني شكو شيء عندي سرومات كومنت فوق على السطح ممكن يوقع عندي جوا، حتى مرات بعض الاحيان انه الخوذ مالتهم الجلوفز مالتهم كل شيء يوقع عندي يكون معدن او غير معدن هو راح يدخل بال هول ويل ويبدي يسبب لي مشاكل مثل ما تلاحظون هنايا او هنايا. طبعا هذه المشاكل تكون دائما بالمناطق اللي بالمناطق الانالازز مالتي يكون كلش قليل كلش قليل. بالاضافة انه بعض الاحيان عندي نفسية هالبت او عندي بالبي اتش هاي مشاكل، يعني تصير عندي تكسر نوع من تكسر معين ايضا هنا يسبب لي توقف ستاكينج بهاي المناطق، واللي طبعا مثل ما نقدر نقول مثلا البكرز مالتي او اللاينر مالتي او السليبس واي امور. بس هنا السليبس مالتي وقع ما عندي مشكلة، والبكر انا اشتغل اكسبلور ويل وانزل اسوي ليك اوف تيست، بعض الاحيان البكر مالتي ما ترفع او بعض الاحيان البكر مالتي تبقى قسم من يمها جو. طبعا تعتمد على طريقة السيتنج مالتها، من اجي احفرها او اعوفها تبدأ تتساقط عندي فسبب لها هاي المشاكل. اللاينر ايضا وكذلك، وهي اكثر انواع سبب لها هاي المشاكل. طبعا هنا العامل البشري هو الخطأ الاكثر اكثر اكثر مشكلة هنا. المشكلة الثامنة أو السبب الثامن اللي يسبب لي هو الكي سيتينج. طبعا هذه الكي سيتينج دائما تكون عندي بالدايركشنال درينج أو الهوريزونتال درينج أو المناطق اللي يصير عندي بها كي أو بي. من الرسم نلاحظ هاي المناطق انه عندي يصير عندي هنا عندي عملية هذا المنطقة عندي نوع من بناء الزاوية. هذا الدرل بايب مالت مو درل كولرز، الدرل بايب. هذا الدرل بايب عندي درل سترنج هنا بحالة تينشن، وهذا هنا سلط لي الويت اون بدرل كولرز، وهذا اصلا مخليه بحالة تينشن حتى حافظ على الاستقرارية. هذا عندي عملية روتيشن التول مالتي مال جوينت او التول مالتي جوينت، يعني الجوينت مالتي اللي يربط بين درول بايب ودرول بايب ثاني يكون جدا عالي، راح يسبب لي ضغط بهذه المنطقة. هذه المنطقة راح تكون سوفت فورميشن، يعني يكون هنا سوفت فورميشن مو هارد فورميشن. راح هذا التوب فيو يسبب لي اياها بالضبط، راح يكون عندي الدرول سترنج او التراجكتوري مالت الدرول سترنج درول بايب بالادق بالعبارة الادق راح تكون عندي بهذه المنطقة. الهول ويل مالتي هنا بهذه المنطقة راح اشركم عليها، بس الانتنشن راح يكون عالي بسبب الضغط الموجود بالويت اون بيت وبين التنشن الموجود هنا وبين الروت التول جوينت والروتيشن مالتي. راح يصير عندي بالضبط هذه المنطقة بالضبط، راح يكون هنا الدرول او تراجكتوري او درول بايب راح يكون بهاي المنطقة بالشورت فورميشن. هذا التوب فيو ينطيني المصطلح هذا ان هذه المنطقة هي
الهول ويل مالت المحفورة، ده محفورة بنقدر يعني محفورة طبيعيا بالبيت، وتكون واسعة جدا، واللي هي على حجم الدرل بيت مالتي. بينما بعملية يعني عملية الدوران روتيشن مع درل بايب، وبعد فترة من الزمن على ما نحفر بيه نحفر باقي السكشنات والسكشنات الجديدة، الدرل بايب راح يكون بهاي المنطقة، واللي يكون له هول ويل أو يكون له ويل هول بهاي المنطقة يكون على مساحة الأوت دايميتر مال الدرل بايب، على الأوت دايميتر مال الدرل بايب وليست الأوت دايميتر مال الدرل بت، على الأوت دايميتر مال الدرل بايب. هذه هي النظرة العامة على الكي سيتنج. طبعا أثناء عملية الحفر، يعني أثناء الحفر المستمر نحو الأسفل أو حتى أوصل التارجت مالتي، أي مشكلة ما عندي بيها مشكلة، يعني أنا دا أضيف أنابيب حفر، وهي المنطقة اللي صار بيها الكي سيتنج هي أصلا على الدايميتر مال أو دايميتر أو سايد دايميتر مال درل بايب، فش أضيف أنابيب حفر جديدة ما عندي بيها مشكلة. هذا الميكانيزم اللي سبب لي هو الكي سيتنج مالتي، وين راح أحس بيها؟ إنه من أسوي عملية التريبينج، من أسوي عملية التريبينج وأبدي أسحب الدرل سترينج مالتي، الحد الدرل بايب هو جدا طبيعي، بينما إذا أبدأ أوصل للدرل كلرز، ونعرف كل زين الأوتسايد مال الدرل كلرز مالتي أكبر من الدرل بايب، راح تبدي هنا يصير عندي عملية تغير. طبعا بعض الأحيان إنه يمر يصير عنده حركة من نوع الفابريشن، أو عندي يصير سحب قوي فيمر بهذا المنطق، بس أكثر الأحيان راح يبقى هنايا ما راح يكون. بالإضافة بعض الأحيان إنه هذه المنطقة راح يكون بها شي يصير هنايا، راح يبدأ عندي سائل الحفر أصلا أو المتدرج مالتي شي يكون هنايا، يعني المنطقة تكون بعيدة جدا عن الروتيشن مال الدرول بايب مالتي، مش راح يبدي هنا يصير عندي، هنا عندي المد كيك مالتي يبدي يزيد، يعني حتى لا صار عندي هنا، حتى لا تحرك الدرول سترينج او الدرول كروس باتجاه المنطقة، اصلا راح يصطدم وين؟ يصطدم وين بهاي المنطقة؟ يصطدم بالمد كيك مالتي. بالاضافه انه حتى الدرل كلرز مالتي مر بهاي المناطق ومر بهاي المناطق، البي اتش اي مالتي او الدرل بت راح يسبب له مشكله كبيره هنا بهاي المناطق. طبعا هذا نوع من انواع، هذا النوع الاول. وبعض الاحيان الكيست مالتي يشاهد يعني يكون عندي دائما بالويل اللي بيها ليجز اند دوغ ليجز، طبعا هذه دائما عندي الليجز او الدوغ ليكس تكون موجودة بالفيرتيكال، تكون موجودة عندي بنسبة اكثر وقوية هي بال دايركشن لودرينج. هذه الدوغ ليكس والليجز بتخلي دراسة عندي اوكي ماكو مشكلة، بس من يوصل لل تول جوينتس او للترول كالرز او للدرول بت راح تبدأ عندي المشاكل. طبعا المسألة المهمة الكي سيتس طبعا أيضا تحدث بالمناطق اللي بيها كيسينج شوز، كيسينج شوز وين راح تكون عندي؟ بالمناطق اللي بيها هاي ديفايتد ويلز، هاي ديفايتد ويلز يعني الكيسينج مالتي راح يكون منطقة بيها ال K O B، يعني صار عندي إن شاء الله نشرح لكم اياها بالكورس الثاني، بس هي بصورة عامة انه divided wells وعملية ال casing shoes مالتي هنا راح تكون هي مشكلة، المنطقة الانتقالية بين هاي المنطقة الانتقالية بين ال open hole وال casing hole هي راح تكون ايضا منطقة مناسبة لحدوث عندي ال casing. symptoms مالتي هنا والأعراض مالتي symptoms أو الأعراض مالتي هنا يكون عندي أول شيء الوحيد هاي المشكلة، الوحيدة هاي المشكلة المختلفة عن المشاكل الميكانيكال ستيكينج إنه circulation system مالتي طبيعي جدا، يعني circulation مالتي circulated مال مد درينج مالتي طبيعي جدا. الهول ستايت اون دريبنج اوت اونلي، يعني بهاي النقطة الثانية انه احس انه صار عندي ستاكينج بس بعملية
لتريبنج اوت هول ويل، او عملت لتريبنج اوت ويل من ابدا اسحب الدروس مالتي نحو الاعلى، او اذا استخرج من الويل هول مالتي. التايت هول او المناطق الضيقه او النقطه الضيقه دائما تكون بنفس البوزيشن مالتي، يكون دائما موجود بنفس المنطقه، ودائما يكون عندي بالمناطق اللي بيها لارج اوت دايميتر، ممكن تكون بالدرول كولرز او ممكن تكون بالبي اتش اي. التايت هول مالتي التضيق مالته بنفس المكان بالتربس مالتي، انه يكون بالاوت وبالان انتو، يعني بنفس المنطقة دي يصير عنده بنفس العمق الديف مالتي، هو نفس يتواضح نفس يتواضح موجود بالفوق وبالجوة، يعني بعملية التنزيل وعملية الرفع للدرل سترينج مالتي. بهاي الأحوال دائما راح أكون نفس النقطة، هي راح يصير عندي بيها نوع من أنواع التضيق. طبعا إذا ما حلينا المشكلة بالبداية وما عالجناها راح تسبب لمشاكل أكثر أكثر أكثر، لحد ما ممكن بعملية الكيسينج أيضا تتوقف عنده، يصير عند ستاكينج. طبعا المشاكل الشائعة جدا بالمشاكل الشائعة جدا بالدايركشن درينج، جدا 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 هاي مسألة مهمة جدا، مشكلة جدا، سبب توقف، سبب مشاكل كل شوية، بالذات اللي ما ممتلكين التكنولوجيا الحديثة أو الانسترومنت المعين، أو عملية يسمونها احنا عندنا ريال تايم درينج، ريال تايم درينج او الوقت الحقيقي للحفر. ان شاء الله بغير محاضرات ممكن نشرحها شويه، يعني شويه ممكن نشرح عليها فد نبذه مختصره. طبعا اذا حدث عندي هاي المشكله، انه عمليه الفري مالته هي مهمه جدا، عمليه الفري مالتي انه اشغل الورك مالت الجار بالداونلودز، ما اشغله ابدا للاب، ابدا ما اشغل الاب، بس مجرد اشغل الداون ووردز. وطبعا بالاضافه انه الروتيشن مالتي يكون يعني طبيعي جدا، يعني ما استخدم روتيشن عالي، يعني هخليه حتى الروتيشن مالتي يكون طبيعي جدا، ما راح اخلله. بالاضافه انه الداون وورد مالتي انه عملية السحب مالتي تكون very very slow او قليل على كلش قليل، بالاضافة التنشن مالتي ايضا اقل، اخلي minimum tension و slow rotation. هاي عملية البروسيس مالتي الفري، البروسيس مالتي الفري، الفريم مالته، البروسيس مالته، الفريم مالته مهمة جدا انه استخدمها بهدوء و very very slow، ان هي تكون مبنية على ثلاث خطوات. الخطوة الاولى هي انه دائما اشغل الجار مالتي بالداون، اشغل الجار مالتي داون بالداون، ودائما اخلي الروتيشن مالتي مستقر، وايضا بالسلو روتيشن او الطبيعي النورمال مالتي. بالإضافة إنه هو دائما يكون عندي بعملية السحب، ودائما أستخدمها بالبداية عملية السحب، إنه شو وقت ما يصير عندي نفس النقطة يصير بيها، دائما يصير عندي بيها نوع من أنواع الهاي تنشن، أو يصير عندي نوع من أنواع الإعاقة بهذه المنطقة على هذا العمق نفس الديبث. إيش أبدأ أسوي؟ أبدأ أسحب هدوء وأقلل التنشن مالتي حتى ما يسبب لي مشكلة أكبر، بالإضافة أخلي السلو روتيشن، روتر تيبل مالتي بالسلو روتيشن. السبب التاسع لمشكلة مشكلة الميكانيكال ستاكينج هي الأندر جيج هول. الاندر جيج هول، من نبدأ نحفر منطقة هارد ابرسيف روك او فورميشن عندي كلش كلش قوي، طبعا هاي اذا تتذكرون
أيضا هذا لكم سؤال مهم جدا، إنه الروك اللي عندي قوي بأي مناطق راح يكون؟ وشو نوعيته؟ الصخور القوية أو الروكس الهارد روكس الهاردنس مالته كلش عالي؟ أتوقع هذا بيجي اللوت الأول والثاني، بس هي يكون نوع من أنواع الصخور جدا جدا، هذا يمتاز بالصلادة، بالهاردنس مالته يكون بالصلابة، والصلادة مالته تكون جدا عالية. كل زي نعرف انه الهيدرول بيت مالتي عبارة عن معدن، والمعدن من يحتك ويا معدن ثاني او ويا الروكس اللي تتكون من المعادن، راح يصير بيه نوع من انواع التآكل، الكوروجين، نوع من انواع التآكل. هذه التآكل راح يسبب لي انه الهول ويل مالتي ما راح يكون ضمن القياسات اللي انا اشتغل بيها، ما راح يكون ضمن القياسات اللي انا مشتغل بيها. مثل ما تلاحظون هذا الهول وول الطبيعي مالتي المبني على الاوت دايميتر، بينما هذه ولا ما صار عندي احتكاك ولا ما بدت البيت ما تصير اقل، راح ينطيني هول ويل اصغر من ما اني معتبره. والمشكلة الأعقد إنه أنا بعض الأحيان دائما إنه ما نسوي عملية ريمينج للهول ويل مالتي، فدائما نلاحظ إنه يكون عندي الهول أو الدايميتر مال الهول هي مختلفة جدا. طبعا تبين عندي هنا بالكابلري مالتي أو باللوب مالتي الدايميتر مال الهول ويل، بس بعض الأحيان ما منتبه أو ما تكون واضحة بصورة طبيعية جدا. فبهاي الحالة إيش راح يكون عندنا؟ ودائما تكون هاي بالمناطق اللي محفورة، يعني تقدر نقول إنها محفورة جديد، أو إنه ما بيها جس قوي للكابلري مال دايميتر. المسألة الأعقد إنه دائما إنه نستخدم إنه الحفر يكون سريع جدا، وأنا أصلا البت عندي هنا هي متعرضة لتآكل، إنه الكوروجي مالتها عالي، أو إنه البادي مالتها يكون أزهر ما هو موجود عندي. طبعا بالإضافة إنه من نسحبها على السطح ما ننتبه على هذا الموضوع، فيسبب لي نوع من أندر إيج هول. طبعا الميكانيزم مالتها ممكن نلخصها بأربع نقاط. هو after running a new bit، وقلنا هذا بسبب انه البت القديمة عندي احتمال متآكلة او الكوروجن مالتها عالية ومنتبهين عليها، من انزل بت جديدة باعتبارها باعتقاد انه البت الموجودة عندي طبيعية جدا ما حيصير عندي مشكلة، او ننزل كيسينج. بعض الاحيان اصلا ننزل كيسينج واحنا ما منتبهين على هذا الموضوع، واحنا حاسبين على حساب انه على البت الموجودة عندي، بينما انا بالحقيقة التروث مالتي انه عندي سكشن بالهول هو اصلا اقل من اللي هو انا متوقع، او اقل من اللي يعني حاسبه. المسألة الثانية، مرات المناطق اللي نسوي بها كورينج ايضا يصير بها هذا الشيء افتر كورينج، المناطق اللي بها افتر كورينج ايضا يصير عندي. وين ما نستخدم نوع من انواع البيت اللي هو بي دي سي نشتغلها بعد الرول كومبت، الرول كومبت ما اعرف انتو اذا ماهرين بالمرحلة الثالثة الفرق بين البت البي دي سي والرول كومبت، لان هذا مسألة مهمة جدا انه تنطيك فكرة عن سيستم عملية الحفر باستخدام هاي النوعين او باستخدام الدايموند او التانجستين. عندنا وين درولينج ابرسيف فورميشن، طبعا نحفر اماكن صلبه جدا ايضا سبب لهذه المشكله، وممكن سبب لي ستيكينج بايب للدرول بايب او الدرول كولرز او البت الجديده اللي انزلها. دائما يكون هنا عندي الستيك بايب بالمناطق اللي بمناطق الدايمتر مالتها عالي، وهي طبعا هنا عند الدرول بت والدرول كولرز. المسألة العاشرة هو المايكرو دوك ليجز اند ليجز، يعني الحافة الليجز هو الحواف او الحافة، الدوك ليجز
هذه نقدر نعطيكم عليها فكرة يعني بالأكثر شيء بالهوريزونتال دايركشنال دريلينج، يكون أكثر تعريف، تكون أكثر يكون الشرح مالته وافي جدا. الليجز أو الحواف طبعا بالفيرتيكال إنه باس باس مالته through the rock of bone types، مجموعة متعددة من الصلادة والصلابة من الفورميشن أو الصخور مسبب لحواف معينة. نعرف كل زي أنه أستخدم حافرة معينة على سكشن أكثر من سكشن راح ينطيني كل ينطيني نوع من أنواع الدايميتر، بس بنفس الوقت راح تكون عندي حواف بين منطقة ومنطقة بالهارد فورميشن، راح يكون نوعا ما الهول دايميتر مالتي هو مقارب جدا للهول أوتسايد مالتي البيت، بينما بالسول فورميشن راح يكون عندي هنا الهول دايميتر كلش هواية أكبر من ال أكبر من ال الأوتسايد دايميتر مالتي البيت مالتي. طبعا يعني تعتمد على البروبرتيز مالتي الفورميشن. نقدر نقول الدوك ليكس بالفيرتيكال، بالفيرتيكال ما راح يكون واضح جدا عندي، بس هو ايضا معتمد على الخصائص مالت الصخور، لان راح يكون عندي هنا نوع من انواع ما راح يكون عندي الحفر هو 100% فيرتيكال، راح يكون متوزع بين 0 و3 درجة ومرات حتى يوصل 5 أو 6 درجة، فراح يكون عندي نوع من انواع انه يسموه ساق الكلب. ساق الكلب يكون زي نعرف انه ما يكون هو عدل ولا يكون بزاوية معينة، راح يكون نوعا ما مركب من زاويتين معينة. طبعا بالبي اتش اي هذا يكون واضح جدا انه هيكون عندي تغيير بالزاوية مفاجئ او تغيير يكون عندي كلش كبير، ودائما يكون هذا الديفايشن مالتي الديفايشنز مالتي يكون جدا حاد، حاد شارب ديفايشنز حاد جدا. هذا من اسوء عملية يصير عندي عملية نوع من انواع الستيكينج او نوع من انواع من يصير عندي السحب مالت الدرل سترايب مالتي راح يكون عندي مشكلة هنا. الميكانيزم مالتها انه تكون بسبب اول شيء انه ما عندي استقرار البي اتش اي، انه استخدم اكثر من بي اتش اي، وبعض الاحيان من غير البي اتش اي القديمة وهي الجديدة، تعتمد على الهارد والسولد فورميشن، واذا موجود عندي فراكتشر وفولتد فورميشن. اذا اغير الدايركشن مالتي، وتغيير الدايركشن هنا طبعا يكون دايركشن دايركشن راح يكون عندي نوعين، دايركشن الفيرتيكال والدايركشن الهوريزونتال. هذه اكثرها ان شاء الله يعني تاخذوها بالكورس الثاني على مادة الكورس الثاني، على الهوريزونتال على الدرينك على الفيرتيكال والهوريزونتال درينك. واثناء عملية البي او او ان البي او او اتش عفوا البي او اتش اللي هو عملية البولت اوت سايد هول ويل عميتر البولت للترول سترينج. هذه الأشهر مشاكل هي عبارة عن مشاكل، طبعا اكو غيرها ايضا، ممكن مثلا انه الجرينسمنت ممكن انه انقسمه الى يعتبر مشكلة بحد ذاته بغض النظر عن بلوكسمنت، وبالاضافة انه بعض الانذر problems ايضا او اسباب تسبب لي sticking stick pipe mechanism. بالإضافة انه الميكانيكال ستيكينج كله يسبب عملية ريستركتد للتوقف العملية السيركوليشن مالت السيستم مالتي، او تكون عندي ضعيفة الا بحالة الكي سيتنج، ممكن جدا طبيعي انه يكون عندي فري سيركوليشن سيستم، وايضا يكون عندي الحفر طبيعي جدا، بس عملية الستيكينج هو اثناء 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 أثناء عملية البولت أب
أو من أسرع مادة البي أو أو إتش. المسألة المهمة ولازم نركز عليها هنا إيه؟ طبعا هذا الجزء الأول خلص من المحاضرة، إن شاء الله أنزل لكم الجزء الثاني. المسألة المهمة جدا هنا إيه؟ إنه هذه الأسباب وهذه المشاكل تحدث عندي، هو نفهمها كل واحد على حده حتى نعرف طريقة المعالجة إلها. المسألة المهمة واللي لازم نركز عليها إنه الكل سبب هو ساين معين، ساينز معين أو اندكشن معين، لازم نعرف هذا. وإذا تلاحظون كل مشكلة لها بعض الأسباب توقف عملية الحفر آنيا، بعض الأسباب توقفها ورا فترة، بس يكون الدرل سترنج أثناء عملية الحفر يتوقف، انه الستك يكون اثناء عمليه الحفر. وبعض مثل ما قلنا الكيستينج او الدوغ ليكس او الليجز، هاي تكون اثناء عمليه البي او اتش. فهذه مشاكل مهمه والاسباب نفهمها بشكل واضح ودقيق حتى نقدر نعالج موضوع الستكينج بايب. وان شاء الله نزلكم على المحاضرات الثانيه، وتنسون الهوم ورك ما تمكن انه تدزوا على الجوجل كلاس روم او على التليجرام. اشوفكم بخير ان شاء الله.